بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بإخواننا المهتمين بشؤون البيوت المحمية، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة بإذن الله تعالى عايزين نتكلم عن الفيديو الثاني بالنسبة لزراعة الكوسة المتسلقة داخل البيوت المحمية. وعلى فكرة كمان ممكن نستفاد من القصة دهيا حتى الكوسة اللي بتتزرع برا. المعاملات تقريبا واحدة، ما عدا ان احنا بناخد ديا بنربيها على الخيطان اللي موجودة دهيا. وقلنا احنا ليه بنزرع الكوسة المتسلقة في الفيديو الثاني. الزرع ده هو عمره تقريبا دلوقتي 12 يوم، تمام. لو شفت تاريخ الفيديو الثاني هتلاقيه تقريبا 15 يوم، تمام. الكوسة طلعت وتمام التمام، ما حدش يقول لي الانبات وحش، يبقى المشكلة منك انت، تمام. انا عايز بس قبل ما ابدا اقول لك شايف الري عامل ازاي، مفيش حاجة اسمها زرزقة في المية، مفيش مية كتيرة، مفيش طحالب وفطريات نامية هنا بحيث ان هي تخنق لي الجذور وتعمل لي مشاكل كتيرة، تمام. فالراجل اللي هو بيروي ياريت ياخد باله من عملية الري. اذا انت ما ترويش وتقعد تحبلي في التليفون وفي الاخر تيجي تقول اصل الدنيا خربانة عندي، واصل جاني زبول البدرات عندي بتموت، واصل عندي زبول في الكوسة، واصل انا عندي اعفان جذور. كل الكلام ده هو أول حاجة بتتحكم فيها الري بتاعك سيء جدا جدا جدا. ما تقنعنيش يعني، أنت شايف الري قدامك اهوت، يعني ما فيش أي حاجة خالص، يعني هي المنطقة بتاعت اللي تقدر تعيش النبات وبس، يعني ما فيش حاجة اسمها مية كتيرة ولا فيه مية قليلة. شايف الوضع قدامك ازاي، شايف نسبة الإنبات عندك ازاي. أنا على فكرة كنت زارع نقاط ونقاط عشان بس ما حدش يقول لي دي، تمام. طيب في الوقت ده هو يا جماعة نعمل ايه؟ سيبنا بقى من الفيديو اللي فات، وفي الوقت ده هو المفروض بنعمل ايه؟ المفروض بنعطش النبات بتاعي حوالي يوم، ولو اتحمل اليوم الثاني او يوم ونص، اهلا وسهلا. ما تحملش اليوم الثاني ببدأ احقنه تبسين، ببدأ احقن الزرع بتاعي تبسين. ليه تبسين يا جماعة؟ تبسين قلنا عشان اعفان الجذور اللي بتصيب القرعيات، تمام. دي اول حاجة المفروض تفكر فيها، انك تحقن تبسين عشان مفيش تبسين. التبسين هتحقنه بايه؟ بواحد جرام، تحقنه بواحد جرام في لتر المية اللي انت هتستخدمه. وهتجيب الموتور بتاعك تشيل الموزع اللي قدام وتحط عليه اي حاجة كده بحيث ان هو يوزع لك دي، يعمل زي الدش، تحط تحت كل نبات حوالي 100 سنتي او 150 سنتي. طب ما فيش، هات بكوباية وحط تحت النبات، ويريد تعم النبات كله، ارمي عليه كله، تمام، بحيث انه ياخد المجموع اللي فوق دهوت، بحيث انه يشيل لك البياض وينزل تحت. على فكرة ده مش بياض، ده الصنف كده، ده صفة وراثية في الصنف الكوسة ان هو يكون ابيض كده، تمام. يبقى ديا اول حاجة ان انا احقن تبسين بواحد جرام في اللتر او ريزوليكس او منقط تابلة، وما فيش وفيه يونيفورم، اليونيفورم غالي، كافي عليك نص جرام في اللتر المحلول اللي انت هتحقنه، بحيث انك انت تأمن نفسك وتعيش طول الزرعة وانت سلطان زمانك كده، حاطط في بطنك بطيخة صيفي. واهم من ده كلته، واهم من الحقن، قلت الري 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 الري، ما تحطش، ما تقعدش تروي وتقعد تحب في التليفون، دي يعني كارثة. قفل التليفون بتاعك وشوف مصلحتك، تمام. دي انا دي لان ده موجود عندي، يعني لما بدير مشروع بلاقي القصص دي، العامل يسرح مع نفسه ويسيب الدنيا تضرب تقلب، وفي الاخر طبعا لا يجدي البكاء على اللبن المسكوب، تمام. طيب بعد ما حطينا القصه دي نعمل ايه؟ بعد ما حطينا التوبسين عندنا عايزين نحط اسمده بادئه، لان هبدا في النبات ده هون احطها من بكره يا جماعه، احط الاسمده بتاعتي من بكره. طيب عشان ما تعبكش وما زعلكش، طيب قدامك حاجه من الاثنين، انت عندك ايه؟ عندك اسمده مركبه ولا عندك اسمده احاديه؟ لو عندك اسمده مركبه، لو عندك سماد مركب، يبقى كل نبات، كل ألف نبات هتعمل ايه؟ هتحط لهم يا سيدي لو فيه ماب او مغنم. لو عندك
ماب او مغنوم. والماب طبعا اللي هو المونو امونيوم فوسفيت ده التركيب بتاعه 12 نيتروجين 61 فوسفور ما فيهوش بوتاسيوم. طب والمغنوم، المغنوم برضو شرحه بس بيختلف النسب شوية، 18 نيتروجين 44 فوسفورس أو فوسفور وزيرو بوتاسيوم. طيب هتجيب لكل 1000 نبات هتحط فيهم يا ماب يا مغنوم، تحط قد إيه؟ تحط منهم حوالي كيلو ماب أو مغنوم، تمام؟ كيلو لكل 1000 نبات، يعني كل نبات جرام، تمام؟ وتحط مع الكيلو ده هو 300 جرام هيوميك أسد، وتقلبهم في السمادة وتحطهم، تبدأ تضخهم للألف نبات. انت عندك 4000 نبات اضرب في 4، عندك 2000 نبات اضرب في 2، عندك 3000 نبات اضرب في 3، وحط الكمية دهية وهتبدأ تسحبها. طيب لو انا عندي ما عنديش ماب او مغنوم ماشي، وعندي بس يا جماعة حمض فسفوريك، عندي حمض فسفوريك، يبقى تجيب 600 جرام انا بقول جرام ما بقولش سنتي، حمض فسفوريك لان كثافه الحمض غير كثافه المي، 600 جرام حمض فسفوريك و300 هيومك، تمام؟ وتجيب لي نص كيلو سلفات نشادر وتقلب التلاتة مع بعض وتضخهم لي. طب ليه قلت هنا سلفات نشادر؟ وقلت لان الماب والمغنوم فيهم ازوت، اما هنا الفوسفور ما فيهوش ازوت مع الهيومك، يبقى احنا عملنا السمادي البادي بتاعي، تمام؟ ده لو انا عندي اسمدة احادية، يبقى عرفنا لو عندي سماد مركب ماب ومغنم نعمل ايه، ولو عندي سماد احادي زي السلفات النشادر اللي هي الملح، يعني بسموه في مصر الملح، بسموه سلفات الامونيا تقريبا في السعودية، وبنسموه هو سلفات نشادر او ملح، او المهم يعني اللي هو 20.6، تمام؟ بعد كده يا جماعة هنعمل ايه؟ هندي القصة دي امتى؟ في اليوم 13 واليوم 15 واليوم 17 للنبات، لان الكوسة دي نبتت على 4 ايام، تمام؟ وابتدت تطلع لي اهية 1 2 3، ده اوراق حقيقية 1 2 3، والرابعة حقيقية طلعة، والخمسة هي كمان ابتدت تطلع، تمام؟ لو انا عندي اعاقة في الانبات ولا مشكلة ااخر القصة دي لحد ما يبقى النبات زي النبات اللي حضرتك شايفه ده هوت. بشكركم وبتمنى لكم التوفيق، واي سؤال تحت امركم في اي وقت على الواتس بتاعي اللي هو 002 مفتاح مصر 010-300-183-77 رجب الشبراوي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كل عام وانتم بخير.